بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين. إخوتي في الله، هناك أحداث كثيرة ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم تخصنا وتخص زماننا هذا، فمنها ما وقع ومنها ما لم يقع بعد. ونخص بالذكر ما وقع، وكما أشرت أأتيكم بخلاصة وبعدها ندخل في النقاش. في هذا الفيديو سنناقش تاريخ الشريف حسين بن علي الهاشمي وأجهيمان العتيبي وقضية شنق صدام حسين وظهور مقتضى الصدر بعده، ثم ننهي بثورة الشام ولعبة الصبيان. جاك الدور يا دكتور، ارحل يا بشار. وكما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر فيها حتى ذكر فتنة الأحلاس، فقال قائل: يا رسول الله، وما فتنة الأحلاس؟ فقال: هي هرب وحرب، ثم فتنة الصراء دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي. انظروا، رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، إنما أولياء المتقون. والشريف حسين بن علي الهاشمي هو من الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبرأ منه لأعماله ولمؤازرته الصليبيين الإنجليز والفرنسيين والصهيونية العالمية ضد العثمانيين في ذلك الوقت. إنما أوليائي المتقون، ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع. يعني هذا الإنسان هو كورك على ضلع، يعني وكأنه متكئ على شيء، يعني على الفراغ. فتأتي بعد هذه الفتنة فتنة الدهيماء التي لا تدعو أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، فإذا انقضت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فإذا كان ذلك فانتظروا الدجال من يومه أو من غد. بمعنى، منذ ذلك التاريخ الدجال قريب، ونحن حقيقة نعيش الآن في فتنة لطمت كل الأمة الإسلامية. فحتى الدول التي ليست فيها حرب ففيها ظلم وجور وعدوان وظلم وفساد إلى غير ذلك. إذن هذه الرؤية تحققت. لنأتي بعدها لنناقش بعدها قولة الرسول صلى الله عليه وسلم: يعود بمكة عائد فيقتل، ثم تمكت الناس برهة من دهرهم، ثم يعود عائد آخر فإن أدركته فلا تغزونه فإنه جيش الخسف. رواه نعيم بن حماد بكتابه الفتن. أعود إلى قضية الشريف حسين بن علي عفوا، فلأشرح وأؤكد بأن الناس ستصطلح على هذا الرجل وهو كورك على ضلع، ثم فتنة الدهيماء يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، يصطلح الناس على رجل يكون زعيما لهم، وقوله كورك على ضلع هذا ينبئ بعدم الاستقرار. وبالفعل، ومنذ ذلك التاريخ والأمة الإسلامية لم تنعم بالاستقرار إلى يومنا هذا. أما قوله: وأعود بكم إلى جهيمان العائد الأول،
فيقتل ثم تمكث الناس برهة من دهرهم. هنا بيت القصيد: البرهة وهو الوقت القصير، وهو الوقت القصير. والدهر كما نعلم الدهر قد يصل إلى 100 سنة، ولكن لما نقول برهة من دهرهم بمعنى لا تتجاوز 40 سنة، والله أعلم، بمعنى أن من سنة 1979 حين ظهر محمد بن عبد الله القحطاني، أو ما يسمى بقضية أو حادثة أجهيمان العتيبي، من 79 إلى 2019 ستكون إن شاء الله 40 سنة، بمعنى العائد الثاني بيننا بدون شك، والله أعلم. وقد قتل كما نعلم شر قتله. ونعود إلى الثاني، الحديث الذي يليه من حديث أبي الحسن الربعي المالكي بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت الملاحم بعث الله من دمشق بعثا من الموالي أكرم العرب فرسانا وأسودهم سلاحا يؤيد الله بهم الدين، فإذا قتل الخليفة بالعراق فإذا قتل الخليفة بالعراق فإذا قتل الخليفة بالعراق خرج عليهم رجل مربوع القامة. الخليفة الذي قتل، من قتل غير صدام حسين من طرف الأعداء، أعداء الأمة؟ من قتل غيره؟ ومن ظهر غير مربوع القامة هذا؟ كث اللحية، أسود الشعر، براق الثنايا. فويل لأهل العراق من أتباعه المراق، ثم يخرج المهدي، منا أهل البيت فيملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. رواه أبو نعيم في الفتن مختصرا بمعناه، والحاكم وابن ماجة. قال البصيري في الزوائد: هذا إسناد حسن. أنا إخوتي في الله لا شيعي ولا سني، في هذا الحوار أبدي رأيي بدون تحيز، لا أتهم مقتضى الصدر ولا أقول عنه ما أقول لأنني سني أو لأنني ضد الشيعة، أقوله لأن لقد توفرت فيه كل الشروط التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. رجاء لا تعاتبوني، ولا أريد أن أكون طائفيا، ولست مع الطائفية وأنا ضدها بمعنى الكلمة. ونعود إلى الحديث الأخير عن سعيد بن المسيب قال: تكون فتنة كأن أولها لعب الصبيان، كلما سكنت من جانب طمت من جانب، فلا تتناهى حتى ينادي مناد من السماء ألا إن الأمير فلان. وفتل ابن المسيب يديه حتى أنهما لتنفضان، فقال: ذلكم الأمير حقا 3 مرات. وهذا الحديث كما قال أغلب العلماء إنه حديث ضعيف نظرا لما ورد، يعني كما قيل عن رجل، وهذا الرجل لا نعرفه. ولكن حتى وإن كان ضعيفا، أولم تحدث هذه الحادثة الآن؟ أولم نعيشها؟ أولم نشاهدها؟ ولعل ما رأيناه وما شاهدناه من فتنة الصبيان ولعبهم لأحق دليل وشاهد على أن هذا الحديث صحيح، على أن هذا الحديث صحيح. وإن والله لفي آخر الزمان، وأن المهدي يعيش بيننا، وأن الشك لقد قطع باليقين، والله أعلم، والله أعلم. ودمتم في رعاية الله، وجزاكم الله شكرا لتتبعكم، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.